في الجزائر كان نص دستوري صح اللغة العربية وطنية ورسمية واللغة الأمازيغية وطنية ورسمية. أنا في رأيي لي فوطان رفض جدا ليك لا يعمم تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر. هذا إنسان انفصالي حتى ولو لم يكن ينتمي إلى ما يسمى بالمارك. كي تقول أنت الواحد نعيش معاك مما نشحب نتعرف بك منطقيا. أنا في رأيي تقول له عيش وحدك واخطيني هذه هي. ما لكن سؤال يطرح نفسه إذا إنسان لا يعترف يعني ضمنيا أو لا يعترف باللغة الأمازيغية كلغة لازم يتعلمها تاع البلاد هذه واش حب يفرض؟ واش حب يفرض نفسه كجزائري؟ واش يكون؟ أجنبي؟ لأن الأمازيغية في الجزائر في بلادها. إذا ما حبيتش نتايا تعلم الأمازيغية معناتها أنت أجنبي ضمنيا. هذا واش راك تقول؟ ضمنيا راك تقول أنا أصلي من العراق ولا أصلي من اليمن ولا أصلي من السعودية ولكن لست جزائري الأصل وأريد أن أفرض وجودي بلغتي التي جئت بها إلى الجزائر. دوكا خلاص يفو ديكومبليكسي لي شوز. واحد يقول واش راه شوف هكذا. إذا من النوع الجاي اللي يزيد يهضر على الماك وحده كتيار سياسي في الجزائر انفصالي منافق، لأننا نشوفه باللي الطرف الآخر ماهوش أحسن يعني. اللي يحب يجبد البساط تحت الرجل الانفصاليين يجري مع الوقت. ما عندناش وقت باش يحضر جيل يعرف الأمازيغية بالعربية. نوفال جينيراسيون دي كومبليكسي ما عندها حتى عقدة. ورانا شفنا يعني هو الحزب والأحزاب اللي فوطات اللغة الأمازيغية ما تركوش الخبز. العربية تأكل الخبز ولدي في الجنة. أنا مع تعليم العربية ومع تعليم الأمازيغية، لكن اللي راهو ضد تعليم الأمازيغية إلا شوازي سونكو داكوغ. لازم إذا أنت تقول هادو صحاب الفرشيطة وكدا وتناقض فيهم، لازم تقول بلي هاد الكلاب هادوما اللي راهم رافضين اللغة الأمازيغية في الجزائر ضد الجزائر. تكون عندك شجاعة وقول هاد الكلاب اللي رفضوا، سميهم كلاب اللي رفضوا تعليم اللغة الأمازيغية في الجزائر، هادو كلاب لأنهم يغرسوا الحقد في جسم من الجزائريين هذاك أو يكبر ويجي النهار وين ما نقدروش نسكنوا.